السلام عليكم، بس معايا هنبدأ إن شاء الله المحاضرة الخامسة النهاردة. بعتذر للناس على التأخير. أخبار الناس إيه؟ وأخبار التاسكات؟ هل في صعوبة لحد الآن في التاسكات اللي إحنا أديناها ولا لأ؟ تمام. والفكرة كلها كان في مشاكل مع الناس في احنا قلنا ازاي نقسم حدود الانصراف مع بعض، بنعمل ميرج للسيل الخلية. تمام، نعمل سيل للخلية. التاسك الرابع ممكن يعني معاكم لحد اخر الشهر ان شاء الله. تمام. تمام، عمل حدود لصفحة واحدة. هو الفكرة نفسها في الحدود، لما باجي أعمل ديزاين بختار البيج بوردر. تمام، ولو اخترت البوكس في بيقول لي تحت أبلاي تو، يعني أنا عايز أطبق البوكس ده على إيه بالظبط؟ على وول دوكمنت اللي هو كل المستند، ولا ذس سيكشن؟ الذس سيكشن نفس الوول دوكمنت. بعد كده جاي لي هنا this section first page only، يعني معناها ان هو هيطبقها لي على اول صفحه فقط. تمام، اخر حاجه في حاجه اسمها this section all except first page، هيطبق لي الحدود على كل المستند ما عدا المستند ما عدا الصفحه الاولانيه ما عدا الصفحه الاولانيه. ده الاوبشن، اوبشنات اللي هي متاحه معايا، يا اما يعمل لي حدود اول صفحه بس، يا اما يعمل لي حدود على كل المستند ما عدا الصفحه الاولانيه. تمام، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ازاي اعمل لون على صفحه واحده بس. أدي عندي كم صفحة؟ عندي حاليا صفحة 2، بعد كده 3. نكتب أي حاجة في الصفحة الثالثة مثلا. صفحات عايز أخلي الصفحة الثانية بلون مختلف، على لما باجي أعمل بيش كلر بيعملها لي على المستند كله، على المستند كله. لا، انا مش عايز المستند كله، انا عايز الصفحه الثانيه بس. ازاي اعمله على الصفحه الثانيه بس؟ بروح على insert، بعد كده بختار shapes، بختار اللي هو الريكتانجل المستطيل، بحاول على قد ما اقدر اغطي المستطيل، اغطي بيه الصفحه كلها. تمام، كده انا غطيت بالصفحه كلها. بروح على في حاجه اسمها هنا برينج فورورد، وفي حاجه اسمها سند باكورد. اختار السند باكورد، ارسال للخلف، اختار حاجه اسمها سند تو باك، هو كده راح للخلف. بعد كده هختار الريب تكست، هخليه بيهايند تكست.
الراب تكست، اختار بيهايند تكست. الناس اخدت بالها انا عملته ازاي؟ هنعمله تاني، insert shapes، اختار شكل مستطيل، بغطي بيه، احاول على قد ما اقدر اغطي بيه الصفحة كلها. بس بيحصل معاه مشكلة لو عامل هيدر وفوتر، لو عامل هيدر وفوتر ليها حل. ليها حل، هحاول اوصل لكم الحل بتاعها. هذا اللون قلنا هنختار سند باكورد اللي هو سند تو باك، بعد كده بختار حاجة اسمها الراب تكست، خليها بيهايند تكست، اغير اللون مثلا من الشيب ستايل، انا عايز اللون ده، او مثلا عايز اللون ده. فالناس اخدت بالها كده، الصفحة الاولانية بلون، الصفحة التانية بلون، والصفحة التالتة بلون. في ناس برضو سألتني سؤال على الوتر مارك اللي هو العلامة المائية. لما باجي أعمل العلامة المائية بعملها بتيجي معايا على الصفحة على المستند بالكامل. أدي اخترت علامة مائية مثلا، أيا كان العلامة المائية، دوست أبلاي، فهيجي لي على كل المستند. هذه العلامة المائية الناس واخدة بالها منها، تمام؟ هي موجودة هنا بس عشان أنا عامل شكل مستطيل، فهتلاقيها إيه، ظاهرة من تحت. لو جينا قللنا شوية أهو الشكل، الناس واخدة بالها إيه، العلامة المائية ظاهرة. فأنا مش عايز الشكل ده، أنا خلاص عرفت إزاي أعمله، تمام. الشكل ده برضه هشيله تاني. فالناس لو واخدة بالها العلامة المائية أهي من تحت، تمام. أنا عايز أعمل علامة مائية على صفحة، كل صفحة علامة مائية غير التانية، كل صفحة علامة مائية غير التانية، بعمل إيه ساعتها؟ بروح على insert، تمام، بروح على insert، بختار shapes، بختار شكل المستطيل، تمام، shapes، اخترت شكل المستطيل، تمام. الشيفل اخليه نوفل، الاوت لاين اخليها نو اوت لاين. بس قبل ما اعمل الكلام ده اكتب الكلام اللي انا عايزه. مثلا اكتب الاول، عملت ادراج لمستطيل، كتبت اللي انا عايزه جواه، مثلا اغير اللون اخليه احمر كمثال مثلا، بروح على فورمات من الشيب فيل اختار نو فيل، ومن الشيب اوت لاين اختار نو اوت لاين. بس قبل ما اختار نو اوت لاين، على الناس واخدة بالها، هذا اهو معايا مستطيل ما فيهوش فيل. فمثلا الناس لو واخدة بالها علامة الدوران دي، بمسكها زي كده، اقعد ادور في الشكل زي ما انا عايز. انا عايز اخليه كده اهو، اكبر زي ما انا عايز، ادي كبرت تاني برضو.
تمام. فالناس لو واخدة بالها الاسم نفسه التخانة بتاعته أكبر من الكلام المكتوب في المستند، فبروح على قائمة فورمات اللي فوق، أختار من الراب تكست، أختار behind the text، send to back، أرسل للخلف. معلش دقيقة بس. لا بس يخلص الأذان بس ونرجع تاني. بس كنا موقفين عشان خاطر الأذان. بس معايا؟
الناس معايا؟ ناس معايا؟ نرجع تاني نعيد على الموضوع، ازاي الون صفحة تمام مختلفة عن الصفحة التانية. انا مثلا الصفحة رقم 2 عايز اخليها بلون تاني غير الصفحة الاولى، فبعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بروح على insert، بعد كده بختار shapes، بختار شكل الريكتانجل اللي هو المستطيل، حاول املي بيه الصفحة على قد ما اقدر. ادي مليت الصفحة، شوف مثلا اللون، اخترت اللون ده من اول حاجه، اختار السند تو باك، بروح على راب تكست بخليه بيهايند تكست خلف النص. ادي اول صفحه بلون والصفحه الثانيه بلون، وهكذا لو عايز اعمل كل صفحه بلون تاني مختلف على التاني. تمام. زي ما قلنا انا في الوتر مارك لما باجي اعمل ادراج للوتر مارك بيدرج على المستند بالكامل. عايز اعمل ووتر مارك مثلا للصفحه الثانيه، بس للصفحة التانية بعمله ازاي؟ بروح على insert shapes، بنختار اول حاجة خالص اللي هو التكست بوكس، او بنختار من هنا التكست بوكس سواء من هنا او من الشيبس، اختار التكست بوكس، هذا ادراج تكست بوكس، اكتب فيه اللي انا عايزه. تمام. كبرت زي ما انا عايز اهو. اللون احاول اخليه لون خفيف شوية زي كده مثلا. بروح على الفورمات، الشيب فيل هخليها نو فيل، والشيب اوت لاين هخليها نو اوت لاين. همسك زي ما انا التكست بوكس اللي انا ادرجته، ومن علامه الدوران دي اللي ظاهره معانا بدور النص، عملت تدوير للنص، عملت تدوير للنص بس برضو هو موجود فوق الكلام. وبروح على السند تو باك، بختار السند تو باك، وبختار بيهايند تكست، فكده ظهر معايا خلف النص، ظهر معايا خلف النص. هذه الصفحة الأولانية ما فيهاش ووتر مارك، الصفحة الثانية فيها، الصفحة الثالثة ما فيهاش. تمام. السلام عليكم. هو الموضوع ده ممكن يبقى مزعج معايا شوية وأنا بعمل أي إيديت على التكست، يعني مثلا لو جيت قمت أنا مثلا ضغط على مثلا تو تشينج أو أي حاجة مثلا هيقوم جايب لي على محمد رمضان اللي ورا، صح ولا مش هتحصل؟ ظهر. تمام. فهنلاقي الصفحات مترقمة من أول صفحة، هنلاقي الصفحات مترقمة من أول صفحة، أدي واحد، أدي اتنين، أدي تلاتة. دي أول خطوة بعملها، الناس تركز معايا في الخطوات. الخطوة التانية أنا عايز أبتدي الترقيم من أي صفحة؟ أنا عايز أبتدي الترقيم من صفحة رقم اتنين، من الصفحة رقم اتنين، الصفحة دي عايز أخلي دي رقم واحد، أعمل إيه؟ بروح على نهاية الصفحة الأولانية، بروح على اللي اوت، بعد كده بختار بريكس، اختار نيكست بيج. المؤشر نفسه راح على بداية الصفحة الثانية، المؤشر راح مع بداية الصفحة الثانية. تمام.
بعد كده بروح على الرقم، او قبل ما اروح على الرقم اروح على insert برضو البيج نمبر، الفورمات بيج نمبر. تمام، قبل ما اكمل اول خطوة عملناها ايه عشان الناس تفتكر؟ اول حاجة ادرجنا رقم للصفحة. بعد ما ادرجنا رقم للصفحة رحنا على نهاية الصفحة الاولانية، ورحت على قائمة لي اوت واخترت بريكس، اخترت نيكست بيج الصفحة التالية. تمام، الصفحة التالية. بعد ما رحت على الصفحة التالية اروح اعلم على الرقم اللي انا اللي موجود في الصفحة دي. تمام، شايفين فوق خالص في حاجة اسمها اللينك تو بريفيوس، ارتباط بالسابق. لو ملاحظين ان هي متظللة عليها زي لون رمادي كده، فبدوس عليها وبشيل الارتباط بالسابق. بعد كده بروح تاني على قائمة انسيرت، اختار بيج نمبر، اختار فورمات بيج نمبر. بعد كده تحت بيقول لك ستارت ات، يعني هيبدأ من كام؟ من رقم واحد. فدوست اوكي. الناس لو ملاحظة ان الرقم اتغير، بيجي واحد وتحته بيجي اتنين. الصفحة الأولانية زي ما هي واحد، بس هي كده خلاص انا بروح عندها وبشيل الرقم وادوس على كلوز هيدر اند فوتر، فكده الترقيم بيجي من الصفحة التانية. نعملها تاني عشان خاطر الناس اهو. انا هشيل ده. اول خطوة بنروح على insert، بعد كده page number البوتوم اوف بيج، هختار الارقام فترقمت معايا من اول صفحة اللي هو واحد اهي، بعد كده اتنين، بعد كده ثلاثة. دي أول خطوة. الخطوة الثانية، أنا عايز أبتدي الترقيم من أي صفحة؟ عايز أبتدي الترقيم من الصفحة الثانية، من الصفحة دي من رقم واحد. فأعمل إيه؟ بروح على نهاية الصفحة الأولانية، بعد كده أفتح تاب لي أوت أو بيج لي أوت اللي معاه 2010، هنختار بريكس. بعد كده بختار حاجة اسمها نيكست بيج الصفحة التالية، فنلاقي تلقائي المؤشر راح على الصفحة التانية. تمام، بنزل على الرقم نفسه بدوس عليه، هنلاقيه عامل لي لينك تو بريفيوس، ارتباط بالسابق، فبعلم عليه كده. انا بشيل اي ارتباط بالسابق، يعني هو ملهوش اي دعوة بالسابق. تمام، بعد كده بروح على قائمة انسيرت، اروح على بيج نمبر، اختار فورمات بيج نمبر. ظهرت معايا القائمة دي. تمام، بختار منيها ستارت ات، بكتب الرقم اللي عايز ابدا منيه، ادي واحد مثلا، دوست اوكي. بعمل كلوز هيدر اند فوتر، هتلاقي الترقيم بدأ من الصفحة التانية، ادي واحد وادي اتنين. دي واحد فضل زي ما هو، فبروح بمسحه. كده انا بدأت الترقيم من الصفحة التانية. وبكده اخدنا ازاي كل صفحة نلونها بلون، ازاي اعمل ووتر مارك لصفحة واحدة بس مش للمستند كله، وازاي اعمل ترقيم للصفحات. الحاجة الرابعة اللي هناخدها في حد هيسأل؟ قبل ما أكمل، في حد عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال اكتبه لي على الشات أو يفتح الميكروفون. تمام، أكمل. جيت أنا مثلا كتبت ترقيم. السلام عليكم. معلش وعليكم السلام. بالنسبة لتلوين الصفحة بطريقة الريكتانجل ده، هي دي بتداري على الهيدر والفوتر، هل ينفع ان انا اعمل طريقه ان انا اخلي الهيدر والفوتر يظهروا ولا صعب؟ هو للاسف مفيش طريقه يعني تظهر لك الهيدر والفوتر، بس انا هحاول اوصل لكم الطريقه، ولو وصلت لها هقول لكم على ان شاء الله. بس هو لحد الان دي الوسيله الوحيده.
اه يعني يا اما مش اعمل هيدر وفوتر يا اما اعمل التلوين الصفحه بطريقه المربع دي. بالظبط. بس يعني حكيت ان انا الون صفحه، معلش الناس تكتب الميكروفون. طب بعد كده معلش هسألك سؤال تاني. تمام اتفضل. السؤال التاني بالنسبه لحضرتك لما قلت بالنسبه للبوردرز بتاعت الصفحه، انا ما عنديش غير اوبشن يا اما اول صفحه والباقي لا، او الـ 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 او اول صفحه لا والباقيين اه، او كله، لكن ما ينفعش اخد ثالث صفحه، لان كان في التاسك انت عايز نحط بوردر على ثالث صفحه. لا هو التاسك انت لما تيجي تعمل تحديد، انا الفكره نفسها الصفحه الثالثه دي كان ممكن تخليها الصفحه الاولانيه، تمام، وتعمل اللي هو اللي هي البوردر بس اول على صفحه اول اه، صفحه بس. لكن ما فيش اوبشن ان انا اعملها ثالث صفحه كده لوحدها. لا لا اه للاسف. طيب جزاك الله خير، تمام. شكرا. لا سؤال هنا او كلام للناس، ان انا مثلا لو شغال على مستند مش بتكون لطيفه او مش بتكون كويسه ان انا كل مستند اشتغله بلون غير التاني. دي حاجه مش فورمال، تمام، حاجه مش فورمال، حاجه مش رسميه، تمام. فانا ان انا اشتغل كل مستند او كل صفحه بلون غير التاني، يعني نفس اللون اما مش هي اللون. وبالنسبه للعلامه المائيه برضو نفس الكلام، تمام. مفيش ان انا حدود صفحه بس، بس يعني بعمل كل مستند ما عدا اول صفحه، تمام. وبالنسبه لترقيم الصفحات في 12 نفس الكلام، في 2013 نفس الكلام، في 16 نفس الكلام، في 19. الناس تركز معايا، هذا أول صفحة، تعالى insert shapes، اختار rectangle، أحاول أخلي المستطيل يغطي الصفحة كلها، تمام. أختار مثلا أي لون من عندي، أختار. بعد كده أروح على حاجة اسمها السين بورد، أختار بعد كده التكست، اختار behind text. ده بالنسبة للصفحة. الصفحة الثانية عايز اكون تاني نفس الكلام، هعمل نفس الطريقة بالظبط، تمام. الحاجة الرابعة اللي احنا ناخدها النهاردة من الفنيات برضو، لو جيت انا بكتب ارقام زي كده، تمام. فانا انا عشان اعملها، فعشان كده مش هتكون ظاهره عندي، بس الناس لو سويت معايا حاجه زي كده هتيجي عند رقم 10 هتلاقي الاسم نفسه بعيد زي كده اهو عن الرقم نفسه، هتلاقي الاسم نفسه تلقائي بعيد عن الرقم، في مسافه كبيره ما بينه وبين الرقم. حلها ايه؟ اجي بقف على الرقم 10 كده وبدوس كليك يمين، بختار حاجه اسمها adjust list indent، adjust list indent، تمام. نفس القائمه دي بختار حاجه اسمها الفولو نمبر ويز، اختار حاجه اسمها سبيس، تمام، وادوس اوكي. الناس واخده بالها عمل ايه؟ درج حاله كله مع بدايه جنب الرقم. بس هنا ليه ما رجعش؟ عشان انا كده كده انا عامله يدوي، يعني انا عامله يدوي،
مبعد الاسم يا دوب، مبعد الاسم يا دوب. لكن لو مش مبعده يدوي الناس هتلاقي ايه؟ هتلاقي عندها ده، هنرجع تاني اهو، رجعنا تاني تمام. هتلاقي في مسافة ما بين الرقم وما بين الاسم، ساعات المسافة دي بتكون كبيرة. ازاي احل المشكلة دي؟ باجي عند اي مكان ادوس كليك يمين، اختار حاجة اسمها adjust list indent، بختار منها الفولو نمبر ويز، اختار سبيس ودوس اوكي، هتلاقي الاسماء كلها قربت من الرقم. طيب دي الفنيات اللي احنا كنا عايزين نقولها في الاول، فأي حد عنده أي سؤال في الفنيات دي يا ريت يقول لي عليه تمام. هنرجع الترقيم تاني ماشي. أنا اديت على فكرة 10 دقايق للصلاة تمام، فأنا يعني لمدة برضو 5 دقايق تاني كده أو لحد الساعة 6 مش هشرح حاجة جديدة، فاللي عايز يروح يصلي يروح يصلي تمام. أنا بس إيه، لو في أي حد عنده أي فنيات أنا ممكن يعني الحاجات اللي قلناها النهارده ممكن نراجع عليها تاني. بالنسبة لي لو عايز أعمل ووتر مارك علامة مائية في نص المستند، أنا مش عايز أعمل المستند كله زي ما قلنا. بنعمل إيه؟ بنروح على Insert Shapes، بختار أول حاجة اللي هو التكست بوكس تمام، بكتب داخل التكست بوكس الكلام اللي أنا عايزه تمام، كبر وصغر زي ما أنا عايز. اخلي على الاقل مثلا الكلام ده ما اخلوهوش كده غامق، اخليه مثلا اخلي ليه لون خط يكون بهتان شويه. لو اخترت لون زي ده بروح على فورمات، بختار السند باكورد، سند تو باك، بختار راب تكست، اختار بيهايند تكست. من هنا الشيب فيل هختار نو فيل، الشيب اوت لاين هختار نو اوت لاين زي ما انا كده اهو، حركه زي ما انا عايز اهو. عايز اعمل له اماله، شايفين اللي هو السهم اللي ملفوف ده فوق، بمسكه مني وحرك زي ما انا عايز اهو. كده انا عملت علامه مائيه في الصفحه الثالثه بس. التكست بوكس في الانسيرت، انسيرت اختار شيبس، أول حاجة خالص تكست بوكس. الناس اللي مش لاقياها في نفس القائمة هتيجي في الآخر خالص في حاجة اسمها تكست بوكس. تمام. جزء الـ adjust، ساعات الناس بعد رقم 9، بعد رقم 9 رقم 10 المسافة ما بين الاسم وما بين الرقم كبيرة خالص، فبعمل ايه؟ باجي على اي مكان في او رقم 10 وادوس مين اول حاجه بس تمام، يمين اختار حاجه اسمها adjust indent، adjust list indent تمام. بعد كده في حاجه اسمها الفولو نمبر ويز، اختار منها السبيس بدوس اوكي، فكده ظبط لي، خلاي الاسم قريب من الرقم، خلاي الاسم قريب من الرقم. في موضوع التلوين شيبس بختار شيبس تمام اهو تمام، حاول اغطي بيه الصفحة كلها
ادي غطيت بيه الصفحة كلها تمام. لو اللون عجبني تمام، لو عايز اغيره بغيره من الشيب ستايل. بروح بعد كده لحاجة اسمها السند باكورد، السند باكورد هختار منها السند تو باك. بعد كده من الراب تكست هختار بيهايند تكست، خلف النص. فكده اهو ظهر لي كأنه خلف النص، كل صفحة بلون غير التاني. معلش توضيح للسؤال اللي هو عايزة تعملي لون مختلف وعلامة مائية لصفحة معينة. ماشي، أنا مثلا هنحاول أحاول أجرب معاكم، ما جربتهاش قبل كده بس نجرب معاكم. هذا أنا أدرشت شيب، عايز أعمل علامة مائية، قلنا من تكست بوكس تمام، هذه التكست بوكس كتبت اللي أنا عايزه، أنا مدي لون أو مدي شيب للصفحة دي تمام. قلنا نعمل ايه، بنروح على send to back بختار behind text، فهي اختفت نزلت لتحت خالص. خلينا زي ما احنا هنا اهو، هنلاقي لها حل تاني. دلوقتي قلنا الشيب fill هنختار no fill، والشيب outline هختار no outline تمام. اللون نفسه هحاول اغيره، اخليه مثلا لون خفيف. من قائمة هوم اللون نفسه انا اخترت اللون ده تمام، اخترت اللون ده. باجي على راب تكست، في حاجة اسمها ان فرونت اوف تكست، بدوس عليها واعمل له ماله زي ما انا عايز اهو، كبر وصغر فيه زي ما انا عايز برضه. بس يعني الفكرة نفسها متغطي على الكلام ليه؟ ان اللون نفسه، اللون نفسه انا مش واخده فاتح شوية. يعني مثلا هاجي على هوم اختار حاجة زي كده مثلا، احاول ازود بحيث ان اللون يكون الدرجه بتاعته خفيفه شويه. يعني احاول على قد ما اقدر اجيب درجه خفيفه، انا مثلا حاجه زي كده. ما فيش مشكلة، يعني ممكن من هنا اختار مور كولر، اختار مثلا اي لون خفيف كده اهو، اقعد ادور لحد ما اوصل للون خفيف. اخترت مثلا اللون ده اهو، فبحاول اوصل للون خفيف على قد ما اقدر. احاول العب في الراب تكست مثلا هنا، الناس واخدة بالها ايه اللي بيحصل معانا؟ ان المشكلة انت حاطط اتنين شيب على بعض، فانا مثلا ادي الشيب ده او الشيب اللي تحت انا حددته، اعمل له برينج فورورد. لو عملت له البرينج فورورد والشكل ده زي ما هو خليته سند تو باك، فبحاول اظبط فيه على قد ما اقدر يعني تمام. ما هي ممكن اللون نفسه ممكن نحاول نوصل ان يبقى فيه لون خفيف تمام على قد ما نقدر. مثلا ادي قائمة هوم، ادور على لون يكون خفيف. الفكرة نفسها البيج كلر، اللون نفسه اللي احنا حاطينه، اللون نفسه يعني لون غامق فمغطي على الكلمة من فوق. طب مثلا حاول اعمل اي لون فاتح، مثلا جيت انا على الصفحة رقم 3 حاولت أعمل insert shapes
ماشي، اللون نفسه هخليه أول، أجرب الألوان اللي عندي أهو، خليته لون زي كده تمام. بعد كده قلنا نروح على السنت باك وورد، أختار سنت تو باك، من راب تكست أختار بيهايند تكست، هاجي برضو من انسيرت أختار التكست بوكس، هاي التكست بوكس هكتب مثلا أيا كان الاسم اللي أنا هكتبه، أقعد أكبر وأصغر كده زي ما أنا عايز تمام. زي ما قلنا أختار لون خفيف شوية، أختار اللون ده، بعد كده أخليه نو فيل وأختار نو أوت لاين، الفكرة بس ايه بيكون صعب شوية حكاية ان انا حاطط اتنين شيب على بعض تمام. ادي عملت اللون برضو مغطى على بعض الحياة، بقعد العب شوية في اللي هو السند تو باك والراب تكست، خليه مثلا بيهايند تكست، شوف هخليه فين، انا ابتدي اشتغل فيه تمام. تعملهم جروب ازاي؟ يعني انت مثلا الشكل ده اهو، حددت الشكل التاني، عايز تعمل لهم جروب. انا لما عملت جروب شوف اللي حصل، فلا فقعد حاولوا فيه لحد ما هتلاقوا ايه نفسكم وصلت ليه. بس يعني النصيحة ان انا اخلي كل صفحة بلون، مش حاجة فورمال، أو حتى لما أعمل مشروع تخرج يا إما أخلي كل المستند بنفس اللون يا إما محطلهوش لون أصلا، علامة المائية نفس الكلام تمام. يبقى كده أخدنا اللي هو تلوين صفحة معينة، وأخدنا اللي هو العلامة المائية لصفحة واحدة برضو، أخدنا برضو الترقيم من صفحة الصفحة اللي أنا بختارها، أخدنا برضو إزاي لو أرقام متباعدة إزاي نقربها، وأنا لو عندي اتنين شيب بعمل إيه؟ بحدد الشكلين مع بعض عن طريق إن أنا بختار أول شكل، بعد كده بدوس كنترول أختار الشكل التاني تمام. ولو عايز أعمل لهم جروب بعمل لهم جروب، لو مش عايز أعمل لهم جروب أنا عندي شكلين، حددت الشكلين دول، انا مثلا اهو هروح على الصفحة رقم 3 تمام، ادي رحت على انسيرت، هذا عندي مثلا شيب، على انسرت عندي شيب تاني مثلا، حطيت الشيب ده فوق الشيب ده، وبروح على فورمات عايز اخليه يرجع لورا اهو، بس هنغير اللون عشان يظهر اكتر معانا، ادي اللون نفسه الناس واخدين بالها، ادي انا خليت ورا الشكل، حدد الشكل نفسه بس بحاول اخليه اهو تاني، انا كده مسكت الشكل، ادي شكلين، امسك الشكل ده احطه فوق ده اهو تمام كده، اغير اللون برضه عشان يكون ظاهر معايا، اخترت اللون ده، عايز اخلي الشكل اللي فوق ده خلف الشكل اللي من تحت، بروح على بحدد الشكل الاول، بروح على سند باك وورد اختار سند تو باك، عايز اخلي المستطيل هو اللي خلف بحدده برضه، واروح على سند تو باك،
عايز اعمل لهم جروب، بحدد الاثنين عن طريق انا بحدد اول شكل وبعد كده بدوس كنترول وبحدد الشكل الثاني، بروح على فورمات بختار جروب، فالاثنين حتى لما اجي احركهم الاثنين اتحركوا كشكل واحد. تمام. دمج اللي هو ازاي؟ انت بتعمل دمج لو معاك تيبل ومعاك خليتين عايز تعمل لهم دمج هتعمل لهم دمج، لكن حاجه زي كده انا عايز اعمل لهم اسمها جروب وليس دمج، الجروب غير الدمج، فانا هعمل كاني بعمل دمج بس الفكره نفسها جروب حاجه والدمج حاجه. يعني مثلا انا جيت ادرش تيبل، ادرش تيبل عايز ادمج مثلا دول، تمام، اروح اعمل لهم ميرج، خليهم لي كلهم كخليه واحده، اما دول انا كده اسمها بعمل له جروب. احنا قلنا بالنسبه للحدود مش متاح عندي غير ايه، يعتبر 3 اختيارات اللي هو الول دوكمنت والزيس سيكشن، الاثنين نفس الاختيار فبيعمل لي الحدود حدود على المستند بالكامل. بعد كده بيقول لك this section first page only، يعني معناه ان هو هيعمل لي الاطار على الصفحه الاولانيه بس. بعد كده اخر حاجه خالص في حاجه اسمها this section all except first page، هيعمل لي المستند كله ما عدا اول صفحه، يعني يا اما اول صفحه بس والمستند لا، يا اما كل المستند ما عدا اول صفحه. دي الخيارات المتاحه معايا، دي الخيارات المتاحة معايا. لا لما باجي اعمل بوردر ما فيهاش تحديد، ما بقدرش احدد، ما بقدرش احدد صفحة وصفحة، لا دي الخيارات المتاحة معايا في البرنامج. تمام. هنخش على قائمة لي اوت، قائمة لي اوت اللي هو تخطيط. تخطيط الناس لو تفتكر احنا خدنا الحاجات دي قبل كده في اللي هو اعدادات الطباعة، هو اصلا القائمة دي خاصة بايه؟ خاصة بالطباعة، باعدادات الطباعة فقط. هو الخيار المتاح حاليا السؤال ازاي اخلي مثلا كتابة صفحة رقم 3 ازاي اخليها هي رقم 1، او ازاي مثلا اخليها، يعني مثلا انا دلوقتي اهو انا كتبت الصفحة دي عايز الصفحة دي زي ما هي كده خليها مكان الصفحة رقم 1، هي هتبقى حاجة متعبة شوية ان انا بعمل بحدد الصفحة دي كلها الصفحة الثالثة. باجي مثلا هنا بختار من قائمة السيرك اللي هو البيج بريك، البيج بريك بعمل لي صفحة فارغة، باخد الكلام اللي أنا عايز أخليه في الصفحة الأولانية، تمام، باخده كنترول اكس، تمام، واروح على الصفحة الأولانية الفارغة اللي عندي ادوس كنترول في، كنترول في، هيتم إدراجها في الصفحة الأولانية على طول، في ناس هتروح مع الصفحة الثانية، في الحالة دي بتدوس باك سبيس، بتدوس باك سبيس أهو، فأنا لما عملت إدراج ليها جات لي في الصفحة الثانية، فبدوس على باك سبيس وديها للصفحة الأولانية.
ده الحل المتاح، الحل المتاح. تمام. كنترول اكس بيعمل لي قص الكلام اللي عندي، بيعمل لي قص الكلام اللي عندي. ادي عندي كلام، تمام، الكلام ده عايز اشيله اصلا خالص، فبعمل له كنترول اكس فكده اتشال. عايز نفس الكلام ده بس ما اشيلهوش، اعمل له نسخ كنترول سي اللي هو الكوبي. لو اجي الكلام ده نفسه عايز اعمل له لصق كنترول في اهو. القص كنترول اكس، كنترول اكس اللي هو القص، كنترول اكس اللي هو القص، كنترول سي اللي هو الكوبي اللي هو النسخ، كنترول في اللي هو اللصق. الباك كنترول، معلش توضيح السؤال، ايه هو الباك كنترول؟ اللي هو باك سبيس من الكيبورد، باك سبيس، باك سبيس، تمام، باك سبيس. تمام. زي ما قلنا بالنسبة للترقيم، أنا أدي عملت insert البيج نمبر البوتوم، أدي عملت ترقيم، عامل مستند تاني خالص، تمام، ساوي رانت فأنا تم إدراج معايا كذا صفحة. الصفحات دي عايز أعمل لها ترقيم من قائمة insert البيج نمبر البوتوم اوف بيج، هختار مثلا ادي اختار لي الترقيم كده، عمل لي الترقيم لكل الصفحات. انا مش عايز اعمل ترقيم لاول صفحه، قلنا نعمل ايه؟ نيجي على نهايه اول صفحه، بروح على قائمه لي اوت ريكس، اختار نيكست بيج، هتلاقي المؤشر نفسه تلقائي راح على الصفحه الثانيه. تمام. بعد كده باجي على الرقم من تحت، ادوس عليه ضغطتين، في حاجه اسمها اللينك تو بريفيوس، ارتباط بالسابق، ادوس عليها واشيلها. تمام. انا كده شلتها، بروح على زي ما انا فاتح كده، بروح على انسيرت البيج نمبر الفورمات بيج نمبر من ستارت ات، اختار ادي رقم واحد، دوست اوكي، بغلقها من هنا، فهو كده بدأ للترقيم من الصفحة الثانية. أروح على الصفحة الأولانية، هتلاقي في رقم واحد معمول، بشيله يدوي، بشيل رقم واحد يدوي أهو، فكده بدأ للترقيم من الصفحة الثانية. هدي انسيرت، عملت شكل انسرت، عملت شكل تاني اهو، اللون نفسه عايزه اسود، بمسك الشكل ده اخليه فوق ده، واروح على حاجه اسمها السند تو باك، ده لو عايز اخليه الخلف، لو عايز اعمل لهم جروب بقى مجموعه. انا حدد الشكل ده، بدوس كنترول وبحدد الشكل التاني. تمام. بروح على حاجه اسمها جروب، بختار جروب كده، خلالي الشكلين كلهم شكل واحد. نكمل في القائمة بتاعت لي اوت. قائمة لي اوت عندي زي ما قلنا هي الإعدادات الخاصة بالطباعة، عندي كذا حاجة، المارجنز اللي هو الهوامش، والأورينتيشن اللي هو الاتجاه، والسايز اللي هو الحجم، والكولوم اللي هو الأعمدة. تمام. الكولوم اللي هو الأعمدة. أول حاجة المارجنز،
المارجنز اللي هو الهوامش، في عندي هنا هوامش جاهزة ممكن استعملها اهي، استعملت دي اهو النورمال، دي كلها هوامش جاهزة. انا مش عايز الهوامش الجاهزة دي، بروح على حاجة اسمها الكاستم مارجنز، الكاستم مارجنز تمام. ظهر عندي هنا المارجنز والبيبر واللي اوت تمام. اول حاجة بالنسبة للمارجنز، في عندي التوب والبوتوم والليفت والرايت، معناها اللي هو اعلى واسفل ويسار ويمين. بحدد الهوامش اللي انا عايزها، شايفين في البريفيو تحت اللي بيظهر معايا تمام، الهوامش اللي انا عايزها. البوتوم نفس الكلام، الليفت والرايت برضو نفس الكلام. في حاجة اسمها الجيتر، ايه هو الجيتر ده؟ ايه هو الجيتر؟ الناس عارفة جزء التكعيب، تكعيب اللي بيكون فيه الملازم حاجة زي كده، ده اللي هو التكعيب، ده اللي هو التكعيب تمام. ادي برضو دي الآلة بتاعت التكعيب نفسها تمام، آلة التكعيب. الملازم بيلاقي فيه الملازم نفسها في اللي هو شكل التكعيب فيها. فازاي بعمله؟ بعمله من المارجنز، بعد كده كاستم مارجنز، بعد كده الجيتر. انا بحدد التكعيب زي ما انا عايز، يعني مثلا اهو الناس واخده بالها من اللي بيحصل في البريفيو تحت اهو، ده معناها الجزء ده كله فارغ. فالجزء ده انا عايز اعمل له بريفيو، عايز اعمل له قصد جيتر، عايز اعمل له جيتر. الجزء ده عايز اخلي مكان فارغ عشان احط فيه جزء التكعيب. في طريقة تانية ان هو ايه، الطريقة التانية الناس بتستعمل حاجة اسمها اندنت، مسافة البادئة، يعني بيجي لي عند النص كده يحاول يزود المسافة البادئة اهو. شايفين الفراغ اللي حصل عندي؟ هو ده اللي بيستعمله في جزء التكعيب. دي وسيلة تانية برضو custom margins، زي ما قلنا التكعيب من هنا اهو زي ما انا عايز. الجيتر بوزيشن اللي هو مكان التكعيب، مديني ليفت وتوب ورايت. بعد كده في حاجه اسمها اورينتيشن اللي هو الاتجاه، اتجاه عرض الصفحه نفسه. ادي هنا بورتريت، هنا لاندسكيب، انا عايزها لاندسكيب مش عايز الجيتر اصلا، دوست اوكي فعمل لي المستند باورينتيشن لاندسكيب. لاندسكيب اللي هو افقي، بورتريت اللي هو راسي او عمودي. بعد كده البيجز، مالتيبل بيجز، نورمال لو عاديه زي ما هي ظاهره قدامي كده. بعد كده في حاجه اسمها الميرور اللي هو المرايه، الناس واخده بالها من المرايه اهو، لو قعدنا نزود هنا فنفس اللي بيحصل هنا اللي هو الصفحة من ناحية اليسار، هي برضه نفس اللي بيحصل في الصفحة من ناحية اليمين. الناس تبص على البريفيو تحت، لو جيت مثلا أعمل جيتر أهو نفس اللي بعمله هنا بعمله لي هنا، دي مراية بالظبط من الصفحة الأولانية. تو بيج بير شيت، لو عايز أعمل في الصفحة أقسمها نصين زي كده. بعد كده البوك فولد، الناس تاخد بالها مثلا لما يكون عندنا كتاب مثلا الكتاب نفسه اللي هو الجزء الطي بتاعه، جزء الطي، جزء الطي، الجزء ده، الجزء ده اهو بس من ورا، جزء الطي ده المقصود بالبوك فيلد اللي هو جزء الطي نفسه ما بين الصفحة الأولانية والصفحة الأخيرة. الجزء نفسه، جزء الطي ده نفسه اللي هو من البوك فولد تمام، جزء الطي. لسه هندخل لها تاني من الصفحة تمام.
بعد كده الاورينتيشن زي ما قلنا الاتجاه، اتجاه الصفحه اللي هو البورتريت اللي هو راسي او عمودي وافقي، تمام. بعد كده في حاجه اسمها السايز، حجم الصفحه، الحجم بتاع الصفحه نفسه اللي هو الاي 4، في احجام كتيره. لو مور بيبر سايز، بيبر نفسه اهو، بيبر سايز حجم الصفحه اهو الحجم اللي انا عايزه، بختار العرض وبختار الويدث اللي هو العرض وبختار الارتفاع زي ما انا عايز. بالنسبه للبيبر سورس، سورس اللي هو مصدر الورقه نفسها، معناها ان انا مثلا لو عايز الفيرست بيج، عايز اول صفحه، الناس عارفه الخامه نفسها بتاعت الورقه، الخامه بتاعت الورقه، في خامه خفيفه وفي خامه سميكه وفي خامه تقيله خالص، فهي دي اللي اقصد بيه اللي هو البيبر سورس، معناها ان انا لو عايز اول صفحه بخامه، الصفحه الثانيه بخامه ثانيه اهو، بختار الاختيارات من هنا، دي كلها خامات بتاعت الصفحه، تمام. الماتيريال بتاعت الصفحه، ده بالنسبة للسايز. بعد كده الكولوم، الكولوم بنستعملها في ايه؟ الكولوم بنستعملها لو بنكتب بيت شعري او لو عايز ادرج، يعني مثلا اهو الصفحة دي عايز اخليها كأعمدة، بحددها بروح على كولوم بختار تو، بختار تو كولوم، فقسم لي الصفحة خلاها لي عمودين، عايز اخليها ثلاثة خليها 3. فالناس تعرف ازاي ان الصفحة دي فيها اتنين كولوم، الناس واخدة بالها من فوق الشريط اللي من فوق ده خالص، في جزء مظلل ناحية اليسار معناه ان انت ممنوع تكتب هنا، والجزء المظلل اللي في النص برضه ممنوع تكتب في النص، والجزء المظلل ناحية اليسار ان انت ممنوع تكتب هنا خالص. فهو هنا عامل لك زي مستطيل كده صغير، المستطيل ده كله باللون الابيض معناها ان انت كده عمود، في الناحيه الثانيه كده العمود الثاني. شوف كده لما نيجي نعمل 3 هيعمل ايه؟ ثلاث اعمده، ظهر لي ثلاث حاجات. ازاي بلعب برضو في الاتجاه بتاعه؟ ان انا بروح هنا على المستطيل الصغير ده واقعد ازود زي ما انا عايز، اهو بلعب في المسطره زي ما انا عايز، من هنا برضو برضو اهو، شايفين اللي بيحصل؟ الناس هو تلعب في المسطرة زي ما هي عايزة، ده اللي هيحصل معايا. برضه انا كتبت هنا وعايز بعد اخر حاجة هنا، لما اجي اكتب حاجة هتلاقيه زي ما هو معمول، الثلاثة كولوم عايز ارجعه تاني اخليه كولوم واحد، بس انا عايز الشكل اللي فوق ما يفضل زي ما هو ما يتغيرش. لو جيت كتبت هيكتب لي انا دلوقتي بكتب اهو في العمود في النص، اكتب انا شويه مثلا اهو، راح كتب تحت، عايز اروح على العمود التاني بس واروح هنا اهو، تمام، وهكذا. انا مش عايز اخليه زي ما هو كده، انا عايز اخليه كله عمود واحد بس زي اللي تحت ده. بعمل ايه؟ بروح على كولوم بختار المور كولوم، ظهرت عندي القائمة دي، القائمة اللي ظهرت عندي دي هختار منيها 1، تمام. هو حتى هنا جايل لي النمبر اوف كولوم، ادي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 زي ما انا عايز، تمام. نمبر اوف كولوم احنا قلنا 1، بعد كده باجي على حاجة تحت اسمها ابلاي تو، اختار حاجة اسمها this point، يعني الجزء اللي انا وقفت عنده، انا عايز مثلا يبقى العمود واحد من الجزء اللي انا وقفت عنده اهو، والمسطره بقت كلها ظهرت كعمود واحد. لو جيت كتبت هتكتب له كله عمود واحد اهو، تمام.
بعد كده في حاجه اسمها بريكس اللي هو الفواصل. ناس واخده بالها قائمه انسرت اخدنا حاجه اسمها البيج بريك. البيج بريك نفس الكلام هنا في البريكس، بختار بيج بيفصل لي ما بين، جيت وقفت هنا عملت اخترت البيج، ف على طول ودالي الجزء اللي انا وقفت عنده ودهولي في بداية الصفحة الثانية. تمام، كولوم دي زي ما قلنا اللي هو الأعمدة زي الكولوم دي اللي احنا اخترناها. التكست راب دي لو انا عايز مثلا انزل سطر فاضل لتحت، عايز انزل سطر ثاني دوست ادي تكست راب نزل لي سطر ثاني. النكست بيج نفس الكلام بالظبط اللي هي البيج، بختارها اهي ودها مع بداية الصفحة الثانية. عايز برضو انزل سطر فاضي برضو من كونتينيو، اهو بينزل لي سطر فاضي. فالتكست راب نفس كونتينيو والبيج نفس النكست بيج. الايفن بيج برضو نفس البيج. تمام، الاود برضو نفس الكلام، هي كلها اوامر مشابهه لبعض. بعد كده اللاين نمبر، ايه اللاين نمبر؟ اخترت مثلا كونتينيو فبيعد لي ايه؟ بيعد لي السطور اللي انا كتبتها في المستند. ادي واخدين بالكم السطور اللي بعدها لي من بدايه الكلام انا وقفت. انا مثلا عايزه يعد لي من اول صفحه تمام، ادوس كنترول زد باجي على اول صفحه خالص اهو بقف هنا وادوس لاين نمبر اخترت كونتينيو فبيعد لي كل السطور اللي عندي. هذه كل السطور اللي عندي بيعدها لي. تمام، هعمل مستند تاني جديد، هذا المستند دوست رنت. انا عايزه يعد لي السند بالكامل فدوست على رحت لي اوت اخترت اللاين نمبر اخترت كونتينيو اهو بيعد لي كل المستند اللي عندي، بيعد لي كل السطور اللي انا كتبتها. وصلت لحد 341 سطر، انا لغيت كده، انا وقفت لحد 340 سطر، بيعد لي السطور اللي عندي اهو من اول صفحة لاخر صفحة من اللاين نمبر. ستارت ايتش بيج معناه انه يعدل لي كل صفحه لوحدها. الصفحه دي انا كاتب فيها حوالي 13، جيت هنا وقفت دي برضو بعدها لي من اول واحد، الصفحه دي برضو عدها لي من اول واحد. كل صفحه بيعدل لي السطور بتاعتها لوحدها من الريستارت ايتش بيج. ريستارت ايتش سيكشن نفس اللي هي الكونتينيو، نفس الكونتينيو. تمام، في حاجة في قائمة البيج سيت اب مش مفهومة، معلش. في حاجة أخيرة اللي هو اسمها هايبنيشن. ايه هي الهايبنيشن دي؟ يعني مثلا أنا بكتب، شايفين ال أكبر لكم مستند شوية، شايفين علامة الشرطة دي، دي اسمها هايبر نيشن اللي هي هايبنيشن. هايبنيشن اللي هو ايه؟ يعني مثلا الناس بتلاحظ، دوست كنترول زد اهو تمام، تمام دلوقتي مثلا الناس بتلاحظ لو السطر كمل معايا تمام، فهو روح يعمل لي ايه، ينزل لي الكلمه كلها بدايه السطر الثاني. لا انا مش عايز الكلمه كلها، او هو بيجي مثلا تلقائي هنا فبدوس على حاجه اسمها هايبر بارتيشن، بدوس عليها مانوال فبيقول لي عايز تحطها فين، عايز احطها هنا ماشي يس مش مشكله كده، عمل لي الهايبر بارتيشن. الناس بتلاحظ مثلا تكمله الكلمه نفسها
الكلمة نفسها بدل ما ينزلها لك كلها السطر الثاني فبيكملها لك، بيعمل لك الشرطة دي عشان يقول لك إن تكملة الكلمة دي مع بداية السطر الثاني. اخترت مثلا اوتوماتيك اهو، اه ناس شايفين مكتوب بي اي سي بعد كده التي يو ار اي، دي اصلا بيكتشرز، رجعناها تاني اهو، هذا رجع التاني. فين هي راحت؟ الديفرنت مثلا، او خلينا زي ما احنا ماشي الديفرنت. حد هنا مثلا لو السطر انتهى او نزل لي الكلمه كلها، بس انا لا انا عايز اكمل السطر للاخر، اختار هاي بارتيشن، اختار اوتوماتيك. تمام، فاوتوماتيك دي معناها مش الجزء اللي انا حددته بس، لا كل الكلام اللي عندي اللي محتاج يتعمل له هاي بارتيشن، اللي هو حاجه اسمها نقطه فاصله، نقطه فاصله. ناس بتلاحظ في بعض الكتب يكون عامل لك الشرطه دي ومكمل لك الكلمه مع بدايه السطر الثاني، مكمل لك الكلمه مع بدايه السطر الثاني. هو ليه وقف لحد هنا؟ لان انا المسطره فوق اخرها هنا عندي، فمش مسموح لي ان انا اكتب في الحته دي. نفس الكلام ناحيه اليسار، تمام. فهو وقف لي لحد هنا، الكلمه بدل ما ينزلها لي كلها السطر الثاني قسم لي الكلمه لاثنين. اول ما بيقسم الكلمه مش معنى كده ان دي كلمه لوحدها ودي كلمه لوحدها، لا حط لي علامه اللي هو الفصله دي او الشرطه دي عشان يقول لك ان الكلمه دي اصلا متواصله لتحت. ما هو بالنسبه للترقيم زي ما قلنا احنا في اللاين نمبر، وانا بنختار ستارت ايتش بيج، يعني يرقم لي كل صفحه لوحديها، يرقم لي كل صفحه لوحديها، كل صفحه يبقى لها ترقيم مختلف عن الثاني. تمام، الناس فهمت الهايبنيشن؟ يعني مثلا ما فيش مكان نكتب فيه الكلمه، يعني مثلا رحت دوست كنترول زد فادي الكلمه كلها، بدل ما يخليها لسه في مكان فاضي ان انا عايز اكتب فيه كلام، لو كتبت فيه اي حاجه فتلاقيه بينزل لي تلقائي لتحت. ناس لو طلعت لفوق هتلاقي واصل معايا لحد رقم 6، الجزء ده كله فاضي المفروض اكتب فيه فسايب لي مسافه فيه. فحلها ايه؟ حلها حاجه ان انا بعمل حاجه اسمها الهايبر او الهايبنيشن. تمام، بختار حاجه اسمها اوتوماتيك فبيكملها لي على لحد النهايه، هنا بيكملها لي لحد النهايه وبيعمل لك فصلة ما بين الحروف بتاعة الكلمة، معناها إن تكملة الكلمة دي مع بداية السطر الثاني. تمام، هنعيد على الجزء التكعيب في الآخر بس، بعد ما نخلص إن شاء الله هنعيد عليه ثاني. تمام، في الحالة دي الناس بتقول مثلا الترقيم مش بيكون 1 2 3 4 هكذا، يكون مثلا 5 10 15. فرحت مثلا لاين نمبر، اختار لاين نمبر اوبشن، بختار اللاين نمبر من هنا، اختار اد لاين نمبر، بكتب الرقم اللي انا عايزه ادي مثلا 5 فروم تكست. الرقم نفسه بيبعد عن النص قد ايه؟ يعد لي ايه؟ يعد لي 1 1 ولا يعد لي مثلا 5 5؟ لا يعد لي 5 5. دوست اوكي كده، اوكي فهو 10 15 20 وهكذا. تمام،
تمام الناس معايا. بعد كده في حاجة اسمها الباراجراف. الباراجراف 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 حلو كده، كنترول زد، عايز ارجع تاني اهو. تمام. جيت مثلا عند الباراجراف دي، البداية بتاعته ناحية الليفت اندنت اللي هو المسافة البادئة الليفت والرايت. عايز قبل الليفت عايز اخليه مثلا في مسافة اهو 5 من 10 اهو. لا انا مش عايز ناحية الليفت، انا عايزه ناحية اليسار. واخدين بالكم؟ انا جيت هنا مثلا عايزه ناحية اليسار بمسافة مثلا 6 اهو. كل المسافة دي يتقلل معايا لقد ما انا عايز، ارجعه تاني زي ما انا عايز. دي المسافة البادئة. السبيسنج نفسها اهو اللي هو بيفور تكست وافتر تكست، اخترت ادي بيفور. واخدين بالكم؟ قبل النص اللي انا محدده بيعمل لي مسافة، هي دي المسافة اللي هي البيفور. اما افتر باجي هنا مثلا مع نهاية النقطة دي، عايز بعد الباراجراف ده يعمل لي مسافة والله اهو 30 36، والعب فيها زي ما انا عايز. تمام. هدرج صورة، يعني مثلا دي الصورة دي، هدرج صورة تانية، كده انا ادرجت صورتين. ماشي. ما هو اول سطر عادي، ادي السطر الاولاني. تمام. عايز اعمل مسافة ما بين السطرين دول، باجي على لي اوت اختار افتر مثلا اهو، ده بيكون بعد. احنا قلنا ازاي نعمل المسافات نفسها ما بين اي سطرين، بنحدد اللي عايزين نعمل ما بينهم مسافة اهو، بنحدد دول او حددت مثلا ايا كان انا هحدده. ادي حددت دول، عايز اعمل مسافة ما بين دول، اعملهم ازاي؟ من هوم في حاجة اسمها هنا اللاين اند باراجراف سبيسنج، ادي اختار المسافة اللي انا عايزها اهو 3. بعد كده ممكن ادخل على اللاين سبيس اوبشن، حدد فيها زي ما انا عايز مثلا اهو بيفور تكست وافتر تكست. السبيسنج برضو نفس الكلام، اللاين سبيس شوف انا عايزها دبل، عايزها اتليست، وهكذا يعني بحوالي، شوف عايز تعملها بحوالي قد ايه. تمام. تاني لو ادي انا درست صورة في تحتها صورة تاني، معلش استاذ لبنى توضيح اكتر سؤالك، معلش عشان مش واضح. احنا كنا خدنا جزء الرينج ده قبل كده، خدناه في الصور وخدناه في البكشر نفسها، موضع الصورة. موضع الصورة بوزيشن اهو، عايز اخليه فين؟ ده الموضع بتاع الصورة. الراب تكست برضو اعدادات خاصة بالصورة، البرينج فورورد والسند باكورد، ارسال للخلف ارسال للامام. بعد كده السليكشن بين اللي هو لو انا مثلا عايز اخفي الصورة التانية، شايفين علامة العين اللي ظاهرة، بخفي منها الصورة من ورا. تمام. بعد كده في حاجة اسمها الاين، الاين
لو عايز اعمل محاذاه للصوره نفسها اخليها في المنتصف، اخليها في السنتر، اخليها في الليفت، ايا يعني كان عايز اخليها فين. انا روتيت، عايز اعمل تدوير للصوره نفسها. الجروب، ادي الصوره دي، لو عندي شكلين وعايز اعمل لهم جروب، او حددت مثلا عملت جروب اهو ليهم، عملت جروب ليهم. تمام. معلش استاذه لبنى، ممكن تفتحي المايك وتوضحي سؤالك اكتر؟ حضرتك بتقولي اللي هو قصدك على الدبل مارجنز لتاني سطر من الفقره مش اول سطر. طبعا الريفرنس نفس الـ research. أنا مثلا أدي عندي الفقرة دي، حلو، لو دست على السهم الصغير ده الـ indent and spacing، المسافة البعدية ممكن أشتغل first line أو hanging. شوف أنا عايزها إزاي أهو، بس واخدة بالها من البريفيو، يعني أعمل لي first line لأول سطر بس أهو، حاجة زي كده. نفس الكلام عايز اعمله هانجنج اللي هو يعمل لي باقي السطور ما عدا اول سطر. السبيسنج المسافة برضو من هنا اهو، عايز اعملها مثلا دبل، بحدد قد ايه الدبل اللي انا عايزه، بقعد احدد من هنا الات وصلت ولا لسه؟ فهو من هنا بلعب في الاعدادات زي ما انا عايز. السبيسنج اللي هو المسافه ما بين الاسطر، في اللي هو اللاين سبيسنج بحاول العب في اللاين سبيسنج على قد ما اقدر. هنا مثلا ادي الدبل ات، يعني حوالي عايزه حوالي قد ايه؟ حوالي 3 اتنين ونص، اتنين، هخليه مثلا اهو 4. شايفين التباعد؟ بحدد اهو، حددت، باجي من هنا من السبيسنج بغير، اختار ايا كان السبيسنج اللي انا اختاره، دبل ات يعني حوالي ايه؟ مثلا حوالي 2 اهو. في حاجة مش مفهومة لحد الآن؟ هو الحاجات اللي هي تمام. الصورة نفسها بعمل انسيرت اهو، بيكتشرز، انا مش عايزها اونلاين. This device اخترت مثلا الصورة دي. فالسؤال هنا، هل ممكن اعمل إمالة للصورة تاني غير 90؟ من more rotation option، اهي من more rotation option جايل لك روتيت. ايه الروتيت؟ انا عايز اعملها إمالة قد ايه؟ 1 2 3 4 5، عايز اعمل إمالة مثلا 45 درجة. دوست اوكي، فين الصورة راحت؟ أهي، عمل لي إمالة للصورة 45 درجة، عمل لي إمالة ليها 45. أروح روتيت تاني، أختار المور روتيشن أوبشن. تمام. دي بالنسبة هنا للويدث اللي هو العرض، وهنا الهايت الارتفاع، ارتفاع الصورة وعرض الصورة. السكيل اللي هو بيقول لك يعني هنا إن الهايت
نسبته 33%، والارتفاع نفس الكلام. بيقول لك هنا الحجم الطبيعي، مدي لك المسافات تحت. زي ما قلنا هنا من الروتيشن بختار الإمالة اللي أنا عايزها، اخترت مثلا إمالة 50، فعمل لي إمالة 50. تمام، ووضحت للناس ولا لسه؟ هو المحاضرة النهاردة كان فيها بعض الفنيات، خدنا تاب فايل، هوم، انسيرت، ديزاين، لي اوت. هو كان المفروض نشرح ريفرنس النهاردة، بس يعني أنا مش هزود على الناس أكتر من كده. تاب ريفرنس مهم جدا الناس تركز فيه. محاضرة الخميس إن شاء الله هناخد فيها تاب ريفرنس، وهناخد فيها تاب الميلينج. تمام، ولو فضل وقت معانا هناخد الريفيو والفيو. الريفيو والفيو هنخلص شرح ان شاء الله، وبعد الشرح هنبتدي نعمل تطبيق على كل اللي احنا خدناه في برنامج مايكروسوفت وورد. هنتعلم ازاي نعمل غلاف كتاب، وازاي نعمل شهادة تقدير، وازاي نعمل كارت شخصي، ازاي مثلا اعمل شكل انيميشن بس ثابت مش متحرك، لان برنامج الوورد خاص بالاجزاء الثابتة وليس المتحركة. تمام، هنتعلم ازاي نعمل نرسل بريد الكتروني بواسطة برنامج الوورد، وهنتعلم برضو في نفس الوقت ازاي اعمل شير للشاشة اللي عندي على برزنتيشن اونلاين. تمام، فانا النهارده مش هزود اكتر من كده، هقف عند اللي اوت. فقبل ما انتهي، الناس عندها اي سؤال بخصوص محاضرة اليوم؟ محاضرة اليوم كان فيها فنيات كتير، فيا ريت الناس تراجع المحاضرة كويس. جزء الترقيم ده تراجعه، جزء ان انا ازاي الون صفحة دونا عن التانية، جزء العلامة المائية لصفحة واحدة بس، جزء اللي هو الارقام لو ما كانتش مظبوطة عندي مثلا من رقم 10 بعملها ازاي. برضو في اللي اوت موضوع الكولوم الاعمدة، لو شغال أعمدة وبعد كده عايز أرجع تاني كصف واحد بعمله إزاي من مور كولوم، المسافات البادئة إزاي، المارجنز والسايز. تمام، الجزء بتاع الرينج ده خدناه قبل كده في تاب انسيرت لما باجي أدر الصورة، قلناه كذا مرة. معانا إن شاء الله بإذن الله النشرة تكون ده علم. المحاضرة الجاية هناخد الريفرنس بس، برضو يعني أنا من هنا ورايح قبل كل محاضرة هديكم بعض الفنيات الخاصة بالبرنامج نفسه. تمام، بعض الفنيات الخاصة بالبرنامج نفسه، وهندخل على تاب ريفرنس وميلينج. ريفرنس وميلينج دول إن شاء الله هتشرح المحاضرة الجاية، لو فضل معنا وقت هنكمل ريفيو وفيو. احنا كده يعتبر لحد قائمة لي اوت خلصنا حوالي 75 و80% من البرنامج. الريفرنس ده لوحده ده مهم اكتر للناس اللي بتعمل ابحاث علمية. تمام، تمام، اللي عنده اي سؤال يتفضل. باشمهندس عمر حضرتك معايا؟ تمام، هو انا كده النهارده خلصت. المحاضرة الجاية يوم الثلاث، يوم الثلاث الساعة 5. حضرتك كنت بعت في لينك تاني htcalendar.google.com. ايوه
الله يخليك هندسة، تسلم.